أستاذ العزيز، أولاً إحنا في وقت من الأوقات الحكومة العراقية طالبت بشراء طائرات أمريكية. زين. أول ما وقف ضد هذا الموضوع ورفض عملية الشراء هو السيد مسعود البرزاني. زين. وهاي معروفة. ليش؟ لأنه رايد قوون نرجع مثل نفس نظام صدام حسين قبل. مع العلم أن قائد القوة الجوية هو من الأخوة في الإقليم. من الإقليم. زين. جينا للتسليح الأمريكي. زين. التسليح الأمريكي قالوا أكو معدات تجهز بمبالغ وأكو معدات تجهز بدون مبالغ. طيب. المعدات التي تجهز بمبالغ قالت وزارة الدفاع احنا ناخذها للقوة الجوية طائرات. طيب. اللي هي جابوها يعني إذا طير لها مرة واحدة لازم تسوي لها فترة حضانة أسبوع. إدامة المختصين يعرفوها. واللي بدون شو اسمه بدون مبالغ قالوا 24 مدفع هذه هدية من عندنا راح نعطيها لإقليم كردستان. زين. جت هذه المدافع أستاذ سعد ولا يهون أستاذ طلال في زمن حيدر العبادي. طيب. حيدر العبادي قال أبد ما تروح بقت بالمنافذ. زين. إجا عادل عبد المهدي طالبوا بها الأكراد قالوا له لا. إجا الكاظمي. زين. إجا الكاظمي طالبوا بها الأكراد على الرغم من أنه كان منبطح نوعا ما قالهم لا. إجا السيد العبادي. زين. طالبوا بها قعدة السفيرة. دقيقة قصدك وراء بعد السيد الكاظمي منه تسلم رئاسة الحكومة؟ سيد السوداني. زين. سيد السوداني. مو أنت قلت السيد العبادي؟ نعم. لا 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 خطأ. تفضل. السيد السوداني. إجا السيد السوداني صار أكو تناغم. زين. بين الإقليم والمجسرات. زين. والسفيرة الأمريكية. زين. والمبالغ اللي خارجة عن المألوف قام صدر أمر طلعت من المنافذ. من طيب. اللي كشفها كشفوها لا. رجال المخابرات. زين. لقوا حاويات طلعت بدون أوراق مكتوب عليها مواد متفجرة مثل مواد خطرة. ها. اي طبعا أبو المنافذ اللي طلعوا الولد اللواء. نعم. قالهم مشوها قالوا لا ما نمشيها فتحوا هذا صوروه المشي قال يا هاي مدافع مشي قال ما أنا عندي أمر إنه هاي تروح قال بعد إحنا صورناها وراح نعلنها بالرأي العام تحت أمر من منو المدافع. أمر من منو دقيقة أستاذ غني أمر من منو هسا أمر من جهة تنفيذية بعد أنا ما أعرف من وزير طيب. من رئيس وزراء من إقليم قال جاني أمر لازم تطلع زين. بس هي طلعت بزمن حكومة السيد السوداني زين ما عندك معلومة أستاذ غني عذرا لمقاطعتك لكن تدري المشاهد يريد يعرف الأمور بحذافرة وخاصة العراقي يتمعن بهاي المعلومات بحوش. ما عندك معلومة هذا اللي طلع المدافع بهالطريقة إلا من تابع لأي جهة لأي حزب لا أستاذ هذا دار المنافذ منافذ الحدودية إلا من تابع غير وزارة النقل طيب يعني شغلة يعني إدارية يعني واضحة أنا اليوم بالمسلك جاني كتاب ما لي علاقة أنا جاني كتاب من الأعلى أنفذ طيب. المخابرات وقفوها المهم بعد التي والتي راحت هذا جماعتنا طبعا ما يدرون إلا بعدما قامت الاحتفالية طيب. نعم. في إقليم كردستان وبحضور السفيرة سووا احتفالية تسليم ولكي حتى ما نبخس الناس أشياءهم أو حقوقهم نعم. إحدى القنوات قبل 7 أشهر عرجت على هذا الموضوع زين فلذلك الموضوع قلت لك هي حتى بهاي التوافقات لأنه الحكومة تريد لها أنصار للمستقبل زين. إذا زين. يكونون ويانا الإقليم ويكونون ويانا جزء من البرلمانيين اللي إحنا عرقلنا عملية التصويت نعم. فحتى يصير باكر عقبة أن صوت ممكن أن نكون بالولاية الثانية هي هاي القضية ترى زين. هي هاي القضية زين. نعم. يعني اللي تقصده جنابك أنه عملية تزويد الإقليم بالمدافع وفق هاي السياقات هي لمآرب سياسية قادمة على الرغم أنه البيشمركة قوة قتالية نظامية مذكورة بالدستور صح بنفس الوقت الحشد الشعبي ما مذكور بالدستور ولكن هذه المدافع المن لحماية الإقليم أو لحماية حدود العراق إذا كان لحماية حدود العراق
من الدخلاء فليتفضلوا تركيا. استاذ غني، برايك من ياتمر بامر القائد العام للقوات المسلحه؟ الفصائل اللي عددتها مثلا او هيئه الحشد الشعبي لو البيشمركه في الاقليم؟ ودعتك البيشمركه ما يمتثلون لامر القائد العام للقوات المسلحه، ودعني اكمل هاي الفقره. هم يقولون هذه لحمايه حدود العراق، فليتفضلوا يقاتلوا بهاي المدافع الاتراك ويطلعوهم من الاراضي العراقيه. مو من نقول اسمح لي من نقول يابا يا اقليم، هذا جيش تركي متوغل ضمن حدود عراقيه وضمن اقليم تابع للحكومه المركزيه، يقولون احنا الاتفاق بين الحكومه المركزيه والحكومه التركيه، احنا ما لنا غرض. ليش ما اعترضوا؟ شلون؟ معتم نواب البرلمان ليش ما اعترضوا؟ زين،